ولما بيجي الوالي الجديد عشان خاطر يتولى حكم الشام بيطردوا الإخشيد، فبيبعت الخليفة العباسي جيش للشام لانتزاعها من سلطة الإخشيد، ولكن الجيش دوت بيتم هزيمته، وبيعلن الإخشيد استقلال مصر والشام عن حكم الدولة العباسية، ويمنع كمان إنه يتم الدعاء للخليفة العباسي على المنابر، وبيمتنع عن دفع الخراج، يعني استقلال عسكري وسياسي كامل. وبعد الأحداث دي بثلاث سنين بيتوغل الإخشيد بجيشه في شبه الجزيرة العربية، وبيضم الحكم مكة والمدينة وبركة في الغرب. ولو بصينا على الصورة من فوق هنلاقي رغم اتساع الدولة الإخشيدية إلا إنها محاطة بالأعداء من كل ناحية، فمن الغرب الدولة الفاطمية اللي نفسها تنقض على مصر، ومن الشمال والشرق الدولة العباسية، وياريت في سلام أو هدنة، إلا إن كله ممكن يهجم على كله في أي وقت. ولأن دوام الحال من المحال فالدنيا